أهلا بكم من جديد سيادات والسادة، ونبدأ في هذا اللقاء مع ضيفنا كابتن مجدي سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان السابق والمدير الفني وأيضا اللاعب المميز في عالم كرة القدم. كابتن مجدي منورنا وأهلا بك. أنس خالد مرحبا. يعني خلينا نبدأ ونتكلم ربما على أبطال أفريقيا، وإحنا يعني هو بالمناسبة طبعا أني بعد دور المجموعات تتأخر يعني عن موعده، دي نقطة في البداية لازم نقولها للسادة المشاهدين، لكن إحنا عندنا الأهلي وبيراميدز، يعني شايف البطولة دي إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البطولة هذا العام انتهت دور 32 التمهيدي حاليا بصعود الاهلي وبيراميدز لدور دوري المجموعات. طبعا كانت المباريات مع الفرق المنافسه طبعا مستوى ضعيف، طبعا نجح النادي الاهلي وبيراميدز بالحصول بالصعود الى دور المجموعات. الاهلي فاز في مباراتين ذهابا وايابا 3-0، بيراميدز تعادل في المباراه الاولانيه مع الجيش الرواندي 1-1، وفاز في مباراه العوده 3-1، فصعدوا الفرقتين لدور المجموعات. دور المجموعات ان شاء الله الجرعه بتاعتهم هتبقى يوم 7/10 الساعه 1 ظهرا لدور الابطال والكونفدراليه. فطبعا تم تصنيف، يمكن انا بنظرتي هذا العام هيبقى دور المجموعات هيبقى صعب جدا جدا جدا، لان مستويات الثلاثه هو المستوى الرابع طبعا، وبدل ما هيتلعب في 10 هيبقى في 11. لا هيبدا من 25 27 11. هو المواعيد هي معايا هنا معايا، كان المفروض 25/10، هو المفروض 25/10 ان في دوره 27/11. دوره بتاعت المحليين. الدوله الاولى هتبدا من يوم 25 26 27 11. أيوة. الدوله الثانيه من 9/8/12، والدوله الثالثه 13/15/12، الجولة الرابعة من 3/5/1/2025، الجولة الخامسة من 10/12/1/2015، الجولة السادسة من 17/19/1/2025، وبعد كده ربع النهائي ذهاب وإياب من يوم 28/30/3، يعني بعد واحد هيبقى دور شهرتين كله فاضي، هيتلعب دور 8 من 28/30، العودة من 4/6/4، دور قبل النهائي من 18/20/4 الى 27/25/27/4. دور النهائي هيبقى من 18/31/5. ده كل البطوله دي هي اصبحت البطوله المفضله للاهلي. وبكن هذا الموسم يا استاذ خالد، لما تجد الاتحاد الافريقي وضع اربع مساويات وتصنيفات، القرعه يوم 7/1 هتحدد خط المستوى الاول. الاهلي، ترجي، سان داونز، مهزمبي، ده المستوى الاول، المصنفين الاولين. المستوى الثاني الرجاء، شو انت خلي ركز معايا، هتجد الاول المستوى الاول والمستوى الثاني والمستوى الثالث قوي جدا جدا، واحتمال كبير بنسبه كبيره ان بيراميدز تقع في طريق الاهلي. المستوى الثاني اعتقد هو في 8 فرق عربيه، هم في الاهلي يعني مصر، الاهلي وبيراميدز، الاهلي والترجي، الاهلي والترجي، الرجاء، شباب بلوزاده، بيراميدز، الهلال، مولودية، الجيش المغربي، في هنا واحد فرقة 2 3 4 5 6 7 8، مظبوط 8 دول. الدور المستوى الثاني في الرجاء وشباب بلوزدادة الجزائري ويانج افريكا تنزانيا وبيراميدز. المستوى الثالث الهلال، مولودية الجزائر، اورلاندو جنوب افريقيا، الجيش الملكي. طبعا ثلاث مستويات، يعني كل مستوى فيهم هيبقى صعب جدا جدا. المستوى الرابع اللي هو اقل شويه، فرقه من مالي وفرقه من الكونغو واستاد ابيجان من ساحل العاج. مالي ايه اللي هي الملعب المالي؟ لا مش الملعب المالي، لا استاد ابيجان سجرادا انجولا. دول اللي هم اربع مجاميع فيهم تبدا من زي ما قلنا من 25/11 تبدا دور المجموعات الى 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 نهايه الى 17/1 هتبقى دور المجموعات، ست مجموعات. طبعا ده ادى الى ان كان في السوبر المصري كان في الميعاد ده يوم 25/10، كان اول جوله
لما الاتحاد الافريقي اجل خلاها لشهر 11 ادى بالتالي الى السوبر المصري يتلعب بعد ما كان معمول من 17 ل 21 10 هيبقى هيتلعب من 20 ل 24 10 يعني كان مقرر الغائه او تاجيله لغايه ديسمبر بقرار الاتحاد الافريقي بتاجيل دور المجموعات لشهر 11 ادى فرصه ان ممكن تلعب دور السوبر المصري في الامارات من 20 10 الى 24 10 تمام. شايف موقف بيراميدز ايه؟ هو بيراميدز طبعا هو الموقف يعني ممكن يعني الناس يعني الراي يقول لك ممكن تبقى مع الاهلي لو وقعت مع الاهلي بكويس هم فرقتين يصعدوا وتخلت وما يسافروش سفرتين يبقى في مباراتين في القاهره توفيرا للوقت والجهد على الفرقتين ويعني ممكن من جرعه توقعهم مع بعض. لكن هم واقعين مع فرق بصراحه الرجاء وشباب بلوزداده ويعني هم يعني كان المجموعات كلها قويه جدا جدا يا استاذ خالد يعني طبعاً يعني طبعاً مجموعات قويه جدا جدا. لا وهي بطوله مهمه بطوله مهمه ولو السنه دي انا حاسس ان اصعب مسافات يعني لما تجري الاسماء اي لو انت اخترت اي مجموعه مع الاهلي مع اي فرقه من طبعا يعني اي رجاء ممكن فرقه المغرب الجزائر فرقتين قفر الفرقه دي فرقه مصنفه هو نتمنى التوفيق للاهلي وبيراميدز ان هم يصلوا يعني الى اخر مدى في البطوله. البطوله دي بدات بالمناسبه سنه 1961 طبعا احنا عندنا اول فرقه حصلت عليها عربيا من مصر هو الاسماعيلي اول حد خد البطوله دي في 64 اسماعيلي 70 69 70 فدي من 69 فدي من الحاجات المهمه يعني للمصريين بشكل عام. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاهلي وبيراميدز يا رب ان شاء الله. طيب لو انتقلنا الى الكونفدراليه بيمثل مصر طبعا الزمالك والمصري طبعا الزمالك لما يجد صعوبه في الفوز والصعود لدور المجموعات بفوز على الشرطه الكيني في مباراتين ذهاب واياب 1-0 في كينيا وهنا في القاهره 2-1. المصري اللي كان فيه صعوبة في مباراته مع هلال بنغازي تهزم 3-2 في مباراة الذهاب وفاز في مباراة العودة 3-2 لعب ضربات جزاء فاز بضربات جزاء 5-3 فأصبح صعد لدوري المجموعات وتم تصنيفه في المستوى الثاني يعني مش المستوى الأول الزمالك ونادي البركان وسيمبا واتحاد العاصمة. المصري بيجي في المستوى الثاني مصري والصفاقسي واستاد مالي وأسك يعني ممكن هم البطوله هتنحصر في الثمان فرق دي وطبعا فرصه الزمالك كبيره جدا جدا بالفوز والاحتفاظ بالبطوله الثاني عام ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله يعني باذن الله. عايزين نروح يا كابتن بقى للعنوان الاهم والابرز وهي المباراه التي هي محط اهتمام الجميع الاهلي والزمالك والزمالك والاهلي في السوبر. طبعا هذه المباراة طبعا لا تخضع لحسابات وليس يعني تصبح فيها التكهنات وبالتالي المباراة هي خارج كل الحسابات وكل التوقعات. هي مباراة يعني او بطولة في مباراة واحدة او مباراة بطعم بطولة كاملة وبالتالي مسألة من يفوز حتى وان كان الاهلي متفوقا والزمالك لديه بعض العثرات او حصل للعكس فالنهاية هي ليست لها مقياس وليست لها معايير لانها يعني قمة مستقلة. طبعا يا استاذ خالد انا لا اؤيد ومش مع مستسهل المباراه بالنسبه للاهلي يقول لك الاهلي فرصته احسن أهلي فرصة اعلى لا انا لا اؤيد فرقه الزمالك فرقه كويسه وفرقه المشكله نادي الزمالك في الصف الثاني او الدكه كبدلاء لكن نادي الزمالك عنده مجموعه لاعبين قادرين على الحصول على البطوله قادرين يعملوا مباراه كويسه مع النادي الاهلي. هو طبعا فيه شويه تعليقات والرياضيين والخبراء والمدربين يعني بياخدوا جوميز بيعتمد على جوميز في حته الاختيارات انه بيلعب ثلاثه في نص الملعب فيهم بيلعب بواحد ديفندر 6 واثنين 8 متحركين زي عبد الله السعيد ودونجا وناصر. طبعا تبص تجد هم المجموعه دي ان نص الملعب هيفضل ده حسابات الناس المدربين كده وهو مصر على هذه الاهل. هو الغريب ليه مصر على السؤال لان هو اصلا يعني اتنين لعيبه كوره يعني بتبص تلاقي هو وباجد في المباراه رغم هو ممكن العب بهذه البطوله العب 4-1-4-1 يا تصنيفها كده 4 ودفندر 1 دونجا و4 زيزو وعبد الله السعيد وناصر
ومصطفى شلب وفي الرد واحد سيف سيف الجزيري. فهو دي العبها مع الفرق المتوسطه او الفرق الضعيفه، وممكن العبها برضه يا استاذ خالد لو كان عندي خط ظهر قوي ان هدافع بربع خمسه اربعه قدام ديفندر ده ممكن اعتمد. لكن هو المشكله ان خلال الزمالك عنده شويه ثغرات في خط الظهر دي اللي يعني مع فرقه كويسه هتجد نص الملعب هيتمسك منه. لكن هو كل لو هو التشكيل طبعا بتاعه لو مشكله في الباك ليفت بيودي عمر جابر باك ليفت لو لعب بدا باك رايت بيه ممكن في احتمال ممكن يلعب احمد محمود بتاع الجونه باك رايت ويخلي عمر جابر انه مش واثق برضه في الباكين ليفت اللي هم اللي جابوا نادي الزمالك برضه كان في اعتراض ان هو مش عايزهم بدليل انه بيلعب عمر جابر. لو هو كان هيلاعب حد فيه محمد حمدي كان ممكن في ماتشين الشرطه الكيني كان ممكن نستعين بيهم، لكن هو الاجانب مع يعني ما بيحبوش يلعبوا في فرق كتير. يعني اتوقع التشكيل اللي لعب به هو اللي هيلعب به ماتش الاهلي يعني الا هو الناس كلها طبعا. المباراه دي كانت بروفا بروفا لكن الناس كلها بتطالب ان يلعب بشحاته ومحمد شحاته ودونجا اثنين ديفندر وعمر جابر ويلعب محمد حمدي زر ليفت الباك ليفت اللي جاي من ينبي لعب كويس مش عارف مقتنع ليبي لا لعب كويس لعب متميز ولعب عبد الله السعيد رقم 10 هتجد في خطوره هتجد في مقاومه في والنادي الاهلي طبعا مستقر الفرقه مستقره فحاز على البطوله. الراجل المدرب بيعيش في احلى ايامه عنده البدلاء دكه البدلاء ممكن تغير نتيجة المباراة أي مباراة. لكن الخوف إن لعيبة الأهلي تنزل عندها نشوة الفوز ببطولة الدوري والأفراح والكلام ده أشك إن الأهلي يعني يعيشوا هذه المرحلة، لأن طبعا المباراة صعبة جدا جدا على الفرقتين وصعب إن حد يتكهن نتيجة. يعني أنت بتحسب آخر مباراة الأهلي كان كل الناس وحش والزمالك أحسن لا في ماتش بتاع 2-1 الدور الأول الزمالك كان وحش والزمالك فاز في آخر ماتش بتاع ماتش الكاس الزمالك كان كويس الأهلي وحش آخر ماتش الأهلي كسب 2-0. فهذه المباريات ليس لها بتمنى بس احنا نبقى شكلنا كويس ما يبقاش في مشاكل احنا بنلعب العالم كله بيتفرج علينا طبعا هيقبل الجماهير المصرية. يعني حضرتك اتكلمت عن الزمالك نتكلم عن الاهلي. الاهلي هو فرقة مستقرة خط ظهر كامل هيلعب بيه مش هيبقى في تغيير في تشكيله ابدا اذا كان كل الناس اشرف داري اللي هو لعيب ومنتخب المغرب. لكن انا اتوقع بصعوبة ان يشركوا اول مرة هيلعب زي ما هو بياسر ورامي وهاني وعطيت الله يحيى عطيت الله ونص الملعب زي ما هم اكرم ومرام صدادة معهم صنع على عم مروان وفي الملعب مهاجمين يا بيرسي ووسام وحسين الشحة ده هو التشكيل الثابت اخره هيبقى هو بيلعب دائما في الثلاثه اللي قدام بطارق طاهر محمد طاهر ورضا سليم وكهربا وفي نص الملعب بيحاول دائما بيستنفذ جهدهم كأبشى كبديل استراتيجي مع عمرو السوليه او كوكا مكان احدى الاثنين يا مروان يا اما اكرم. يعني هو البدلاء عنده بيطلع كل اللي عنده هو وعنده صف بيستاب خمس تغييرات بخمس لعيبه يعملوا الفارق للصفارق طبعا هو فرقه. فهو طبعا مشكله الزمالك ان هو يعني البدلاء ما عندوش البدلاء في خط الظهر مثلا ما فيش حد. يعني انت مثلا بدلاء يعني انت عشان تنزل تبدا بشيكا مثلا انت عبد الله السعيد عنده 40 سنه وشيكا هنا تكبر. فحتى لو انت الشوط الثاني نزلته بتقبل فرقه بتستنزف جهودها يعني راس حربه مش سيف الجزير مفيش بديل مكانه كان اللعيب البولندي اللي جاء من التحدي من احد احتمال يقال عليه لعيب سريع وممكن يصنع الفارق كبديل لمصطفى شلبي. وفي نص الملعب طبعا هو تغييرات محدوده معهوش حد بره يعني تبص نادي الزمالك. لكن هو اتوقع ان هو مدرب حماسي جوميز يعني هيبقى فيه حماس شديد لعيبه الزمالك مش هيجيبوا لقمه صاغه ترى والزمالك برضه منتظر مش هيجيبوا لقمه صاغه للاهلي اتوقع كده هتقبل مباراه صعبه جدا جدا
وممكن تصل لضربات الترجيح الجزاء الترجيحية. يعني أنا أتوقع كده الزمالك مش حي... مش هيفتح خطوطه يعني، لو فتح خطوطه حي... ممكن حيتغلب. توقعاتك؟ صعب، الأهلي هيكسب بصعوبة أو تصل ضربات جزاء. لأن يعني الأهلي شايف الأهلي هيكسب. هو لو في... لو أنت قارنت الأوراق بينهم والجاهزية الأهلي. لا أنا عايز خبرة كابتن. لا, لا أنا أتوقع أن الزمالك في المباراة زي دي هيبقى فيها حماس. هيبقى ند قوي. ند قوي وحماس عالي زي ما حصل في المباراة. مش زي ما الناس متصورة. لا لا, لا لا هو طبعاً نسبة كبيرة، بس هو مشكلة إن هو لو لعب بالتشكيل اللي الناس بتقول عليه باتنين ديفندر مظبوط، شحاتة محمد شحاتة ودهم ومعهم عبد الله السعيد، هيبقى المباراة صعبة جداً جداً على الأهلي. مش هيبقى صعب الاختراق، هيبقى فيه مصد صد كويس جدا، اتنين كويسين ولاعيبه كوره يعني شحاته لعيب كوره. انت بتخسر جهوده كباك رايت. انت عندك في عمر جابر وفي عندك احمد محمود اللاعب اللي انتقل من الجونه المعار، لعيب باك رايت كويس جدا جدا يعني انت ممكن تستغله. هو كباك ليفت هو مش مقتنع بالاثنين اليوم، بدليل انه بيلعب عمر جابر، مصر على عمر جابر، وعمر جابر ادى اداء كويس في الظهير الايسر، بس انت بتخسره كظهير ايمن، بتخسر شحاته بمعنى صح. يعني انت لما بتلعب عمر جاب باك ليفت في باك رايت بتخسر محمد شحاته. لكن هو لو لعب بالطريقه دي، هل عبد الله السعيد بعد العمر ده 39 سنه، رغم ان هو حاليا من افضل حالات انا شفت المباراتين افضل لعيب في نادي الزمالك عبد الله السعيد، بيتحرك كل حته في الملعب، لكن دي عشان مباريات سهله. هل في مباراة الأهلي بيتحرك بالعرض؟ هو في بيتحرك بالعرض، هو بيتحرك بذكاء بالعرض. بالعرض كده بيتحرك ما بيخترقش. ايوه لكن لو بيلعب، لو لعب 10 ممكن هيبقى جريم من الجون، بيشوط كويس من الجون، هيوصل للفيرود، لعيب كويس. لكن هل لو لعب بالعرض ولعب ديفندر، لعب جنب دونجا ديفندر تاني، يعني هتبص تلاقي هل هيقدر؟ الجهد صعب هيبقى بالنسبه له يعني. فطبعا هو الا اذا فرقه بالكامل رجعت نص ملعب عند فقد الكره بالونجين بشلبي بزيزو يرجعوا، علمك زيزو ما بدافعش، هيبقى برضو في ضغط على الباك رايت طبعا، وفي ضغط على الباك ليفت. هنا الجناحين الزمالك ما بيدافعوش، ومع اثنين في نص الملعب ما بيدافعوش بتبقى مشكله. ولذلك الزمالك هو المدير الفني لو ادار المباراه صح واختيار صح في التشكيل، وان المباراه تلعب على مراحل، ما تبداش من البدايه بالتشكيل ده، تلعب بدايه تشكيل متحفظ لغايه لما تعدي فتره من المباراه وهتدخل المباراه سنه سنه فيها. لكن هو لو لعب بالتشكيل هو بيلعب عليه، بيلعب بيه لعب مباراه شرطه في كينيا، هتبقى فرصه كبيره للنادي الاهلي بتحقيق نتيجه كويسه لو لعب بالتشكيل ده. طيب عايزين نروح للدوري، وخاصة انه يعني كانت في اصوات كتير تغرد خارج السرب من فترة بعيدة على فكرة ان ازاي نعمل دوري مظبوط يعني، ويعني وصلنا في النهاية الى نتيجة طيبة اتصور في هذا الموضوع. هو استاذ خالد يعني انت ما تحسب 34 اسبوع، 34 اسبوع ما يعادل 8 شهور ونص، مش كده؟ 8 هي 8 شهور ونص. لو هتبدأ انت في اول ما تقدرش تبدأ في 10، اخر 10 11 12 6 مش هتوصل جد، هتوصل ل 7 و8 الدوري ممكن يوصل ل 9 لو تلعب الدوري طبيعي. لو تلعب الدوري 34 اسبوع ممكن توصل لشهر 8، لان انت عندك 15 6 النادي الاهلي رايح كاس العالم للانديه في امريكا، وده قدامك شهر، والنادي الاهلي لو مش موجود في مباراه هتؤجل، يبقى الدوري مش هيكمل. في مباراه في جولتين للمنتخب القومي، تصفيات كاس العالم صحيح، وفي دور مجموعات الاتحاد ده هيبقى فيه تأجيل. فكان هو لابد، هو طبعا في خطأ من موسم كورونا كان لابد كان الدوري يتلغي، لكن احنا باستمرار بنصل الدور جميع دول العالم بينتهي في شهر 5-6 طبيعي، وبعد كده يبدأ من 9 الدوري او 8 الدور كله في كل دول العالم. هو ما نادوا به فعلا نجحوا باستدراك الامور بالرجوع للدوري الاستثنائي. هو دوري استثنائي طبعا يعني غير الدوري الثاني الاصلي رايح جاي، لكن انت كان لازم تضحي، كان لابد من التضحيه. وهنا كان كل مشكله الانديه في الرعايه، ان بيديك رعايه على 34 اسبوع
انت كده هتدي رعايه 26 اسبوع بثمان اسابيع بشهرين. الدوري ده اللي هيتعمل في بمعادل في توفير شهرين عندك. فهو ينتهي غير 6/6 لان هتلعب انت قسم دورين، دور اول ودور ثاني. دور اول من 19 اسبوع 17 اسبوع كل فرقه هتلعب 17 مباراه. بعد كده قسم، هو كان القرار في الاول هبوط ثلاثه مع المناقشات في المجتمع ومع الانديه خلوهم اثنين، فبدل ما خلوها 10 8 خلوها 9 9 9 9 9 اولانيين يطلعوا بنقاطهم هتلعب دوري من دور واحد برضه لتحديد البطل والمركز الثاني والثالث والرابع. والتسعة التانيين هيطلعوا برضه من نقاطهم من المركز العاشر لل 18 تسع فرق لهبوط فرقتين. بهذا الموسم هم ربط موسمين في بعض، يعني الموسم ده 24 25 هيطبق هذا النظام، موسم 25 26 هيطبق نفس النظام بس هيكون الهبوط أربعة وليس اثنين. ايوه مظبوط، لان هو الموسم القادم اللي بعد القادم 25 26 هتكبى 19 فرقه مش 18، لان هو هيهبط اثنين هيصعد ثلاثه من المحترفين هيبقى 19 فرقه. مظبوط، فهيلعب بيهم دوري برضه نفس الكلام، دور من دور اول ودور ثاني. دور ثاني هيكبى 10 فرق، تسع فرق هيلعبوا دوري لحدود الاربع فرق، صعود الاربع فرق، والعشر فرق التانيين من 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 العاشر مركز العاشر لل 19 هيلعبوا دوري من دور واحد لهبوط اربع فرق. صعود ثلاثه هيرجع ل 18 فرقه للموسم 27. بالظبط، موسم 27 هيرجع للدوري طبيعي 2018. هو رايي طبعا نجحوا اول مره الانديه يعني لصالح العام وصالح المنتخب. انت منتخب يا استاذ خالد نجح بعجوبة من فخ كبير في المباراتين اللي لعبهم، لان انا مش معقول لعيبة مجهدة اخذوا راحات سلبية لمدة 3 اسابيع لعبت الاهلي وترجع عشان بعد 5-6 ايام تلعب مباراة تنافسية، تلعب مباراتين يوم 6 يوم 10 مع راس الاخضر ومع بوتسوانا. فانت اللعيبة مش مجهزة، واللعيب اللي كمل ده مجهد، فانت لابد طبيعي ان انت تخلص بستة تجد للفائدة للمنتخب، فائدة للعيبة، اللعيب ثروة ان هو يلعب مكنة يلعب بسم. لكن انا العب عادي كل 3 ايام كل 4 ايام ماتش واضغط المباراة وانتهي بدري واعرف اشط بالدوري بدري. ولكن هو موسم هيبقى صعب جدا جدا، هتبقى فيه كان كلام يقول لك ان انا العب هلاعبك في ملعبك الدور الثاني يضمني. هي خطورة في السلبيات، سلبية ان جرعة ممكن توجعك في من 9 من 17 مباراة ممكن تجد 11 مباراة بره ملعبك يا جرعة. المشكلة هي السلبية الوحيدة دي هي بتعالج في الدور الثاني لما بتلعب الدور الثاني. مظبوط، بتجلب. ايوه صحيح، بتجبه في ملعبك. صحيح. طيب بس انت الامور هتظبط خلاص؟ لا خلاص هنخلص من ازمه المط هتخلص منها. بس هو طبعا هو ده كان خناقه على مين يدير المسابقات، جابوا شركه المانيه تدير المسابقات. لكن هل الشركه الالمانيه الداتا بالكامل عندها؟ يعني جدول خط خلاص دور المجموعه اتعرفت، اتعرفت يوم شهر 11 25 ل 27 في دور اول دور المجموعات توضع الجدول من دلوقتي تبقى انت عارف. المشكله انت اللي بتقابلك ان انت حتى الان في مسابقتين يا استاذ خالد لم يحددوا المتحدث الافريقي. مسابقه السوبر الافريقي اللي كان لعب السنه اللي فاتت الاهلي مع صن داونز وسيمبا والكلام ده كله حتى الان لم يدرك ده، ممكن يجيك وقت معين ينزل لك. بطوله العرب، كاس العرب، وتم اعتمادها من الفيفا. دي حتى الان مش موجودة برضو في الخريطة. تمام، انت برضو رغم كده ان هتلعب 26 اسبوع برضو محتاج فيه تضغط. انا برضو بشوف ان حتى المشاكل اللي في الدوريات المحلية الاتحاد الافريقي برضو مشارك في هذه الازمة. هو كده واضحة بالمواعيد اللي حددها واضحة. اشكال هو لو استمرت على كده استاذ خالد سهلة خلاص، تعرفت هو هيوضع الجدول. مثلا المباراة الاولانية في هنا الاسبوع الاولاني عندك جولة من 25 27 11، انت بتضع مباراة قبلها بيومين او بعدها بثلاث ايام
ممكن تطلع الجدول، انت عارف الجدول، لكن مشكلتك انت في الدوري السوبر لو اتحد ده هيعمل لخبطه كبيره جدا طبعا. جدا في الدوري. طيب من الـ من الـ من الدوري يعني الممتاز للمحترفين، اولا المحترفين بشكل او باخر هيتاثر بهذه التجربه الجديده، مش عايزه كلام، دي واحد. اثنين، في دوري المحترفين المساله اصبحت ازدادت صعوبه، وبالتالي يعني خاصه في الانديه يعني وليكن اسوان مثلا على سبيل المثال الشعبيه، الانديه الشعبيه هيبقى في مشكله كبيره. هو حاليا هو انت المفروض طبعا هو هيرجع للدور الطبيعي هذا العام، رجع للدور الطبيعي. السنه فاتت كان شغال بالتجربه البلجيكيه زي اللي هيشتغل على الدور الممتاز حاليا، دور اول وبعد كده مجموعه تاني، اختيار 10 و10 كان الدور السنه فاتت. السنه دي بقى هيلعب دور من دورين، هتلعب كل فرقه هتلعب 38 اسبوع، فدوري طويل جدا جدا، محتاج امكانيات كبيرة جداً مكلف لأقصى حد. هنا بتعاني الأندية الشعبية، الأندية الشعبية هتعاني كبير، ودوري قوي، دوري قوي قوي، يعني ممكن لو نجح في تسويقه في زعته ممكن. المشكلة بس ان انت السنة اللي فاتت اتكلمت قلت اتحاد كورة، قلت ان هسوق هذا الدوري، حصل، ومش وكل فرقة حدية خمسة اللي فاتت بس قال حدية خمسة مليون، ده قال حد يفرق كل فرق 5 مليون، ما ادوش ولا حاجه. هذا الموسم اقل دوري، اقل فرقه، بقول لك يا استاذ خالد عشان تصرف، اما صرفتش 50 مليون حد ادنى. يا طبعا ما انت شوف الطيران بيجي بكده، بالنسبه لنا سكه حديد بيجي ايه، التغذيه، الاقامه في كل سفريه يا استاذ خالد، انت عندك من فين نحسب لك الفرق؟ يعني عندك اسكندريه في هنا كم فرقه، في عندك هنا في رايه، في خد هناك سكه عادي، خد طنطا، وجه بحري، دجله، القاهره، ابو قير الاسمده، اسكندريه، المنصوره، وجه بحري، الداخليه، القاهره، بلديه المحله، وجه بحري، ويا الاتصالات في القاهره، بروكسي، وجه بحري، الترسانه في القاهره، السويس، خط القناه، لافيانا، طبعا هم 3 فرق او 4 فرق في الصعيد، لافيانا واسمان والبترول واسوان هم بس اللي في الصعيد، لافيانا وديروت 4 فرق، لافيانا الصعيد، رايه، دي رايه طبعا في اسكندريه، كهرباء اسماعيليه في الاسماعيليه، ديروت، القناه اسماعيليه، المجاولين القاهره، سبورتنج الاسماعيليه، بترول اسيوط. يعني هتجد هنا في سفريات صعبه جدا جدا، كل سفريه بالميت يا استاذ خالد بالميت، مش اقل من 200,000 جنيه، مش اقل من كده، هم بالذات احنا كصعيد، هم الانديه بتلعب مع بعض قريب، القاهره وجه بحر، مش بعيده، القاهره وجه بحر، القاهره القناه. طب اسوان استعدت لده ازاي؟ والله اسوان بتمر بازمه كبيره جدا جدا، وعندها مشكله القيد. مشكله القيد، رغم انه انا ما الاخبار اللي تداولت في البدايه مع اختيار كابتن حسام عبد الغني، حسام راجل مدرب محترم، راجل ده عامل فرقه كويسه واشتغل من بدري. كابتن احمد؟ لا حسام، لا فريق نادي اسوان ماسك حسام، حسام عبد العال ماسك، عامل اعداد وبدا بدري، احمد ابو مسلم كيما فهو بدا بدري جدا وجاب لعيبه، ابقى على 6-7 لعيبه وجاب له فوق ال 14 لعيب يقال ممتازين صغار السن، لعب بهم مباريات تجريبيه كثيره في اسكندريه، في معسكر اسكندريه والقاهره الاسماعيليه، وجاب نتائج طيبه الى ان حدثت الطامه الكبرى بايقاف قيد نادي اسوان فترتين. طبعا اصبح اللعيبه دي كويس ان هم يعني اللعيبه القديمه ما مشتش، يعني كان هيستغنوا، كان لما هتنزل الجامه كان هيسقطوهم الجامه، لما ايقاف القيد نزلهم هم، فاصبح وقت ايقاف القيد لفترتين صعب جدا. كل اللعيبه اللي ضموهم كلهم مشوا ورجعوا انديتهم، كل راح دور له على النادي بتاعه، اصبح حاليا نادي اسوان يعني كل اللعبه، المعلومات اللي عندي في 6 لعيبه من مواليد 2003 من اللي قاعدين، في بتاع 20 لعيب،
فيهم 21 لاعب، فيهم 2 حراس مرمى، فيهم 2 لعيبه في فتره الاعداد اصيبوا بكسر في الساقيه وركبه، كريم مصطفى وعمر سعودي في ركبته، ودي لعيبه حياتهم بتضرب 4 اشهر مش مفيش بديل مكانهم، فهتبقى مشكله. نادي اسوان بيتعرض لمشكله وامتحان صعب جدا جدا. هو هذا يعني ممكن هو ممكن بيقول عسى تكرهوا شيء خير لكم، لان مجموعه اللعيبه الناشئين في النادي هنا يعني انا مثلا عندي اسلام، مروان امين من ابناء النادي، بليه، مصطفى علالي، مروان عباس، مصطفى كافو، عمر سعودي، احمد عبد السيد، كرم خليفه، فيهم 10 من ابناء اسوان. يعني ممكن هذا الدوري يدي لو نجحوا الاولاد دي مع القدامى الموجودين صابر الشيمي وسليمان وبلال واحمد اشرف درويش واحمد ايمن وابراهيم بهنسي وحسام الصايغ والفيومي وكريم مصطفى وبكري ولوكس ومحمود صلاح محمد اسامه وطلبه، دي المجموعه القدامى اللي متواجدين حاليا. لو هم نجحوا في البقاء، لان انا اخاف على الفرقه من الهبوط. ليه؟ هو هبوط 3 عامه، يعني الهبوط يعني مش يعني من 20 3 نسبه برضو ممكن انا نادي اسوان اهرب منها. لكن في الظروف دي وعدم فتح القيد انت عندك مفيش بديل، اللي بقع مفيش بديل مكانه، لان انت الفتره اللي بعديك الفرقه مشكله كبيره تحملها مجالس الادارات. بالظبط، انت عندك 2005 2003 2005 2005 بيحاولوا هم ايه في يمنع ان انا اعمل قيد اعمل عقد اللاعب. احنا كنا بنعمل عقود للمجلس فترتنا بنعمل عقود للناشئين بحاجه رمزيه، هديك 5000 جنيه في السنه بس هعمل لك حاجة. عقد يبقى موجود عندي. تمام، لو طلعتك اعاره في نادي بره بديك استغنى بعمل عقد اعاره. العاره انتهت بترجع لي اوتوماتيك. 2005 الفرقه اللي بعد 2003 في النادي ما فيش لعيب فيها في الفرق الاول في نادي اسوان، رغم ان فيها 10 12 لعيبه كويسه. ليه؟ اللعيبه دي مش معمول لها عقود، الدور بتاعها بتاع المنطقه انتهى، ابتدت تم الاستغناء عنهم باعارات، موضوع العقد الثمارة ما لهاش عقد، بديها لك بكلمه شرف تخلص الدوري ترجعهم لي تاني. لو جيت رجعت لكن لو معار بيتقيد مع القدام اوتوماتيك. فهنا اصبح النادي بيمر مشكله كبيره جدا. اللعيبه المجموعه دي يقضيك عندك 24 لعيب بالناشئين فيهم بتاع 6 7 من 2003، انت عندك اربع ديل. لو لعيب وجع يعني لعيب هذا كريم مصطفى بيلعب سموحه، لعيب كويس كريم مصطفى، كان لعيب بنقول نعرف كسر في الشظيه دي تاخد مش اقل من 4-5 اشهر. يا خبر، اللعيب هو خبره اهو، ده ما فيش بديل مكان. عمر سعودي راس حربه برضه خبطه في الركبه وبور حطول معاه بتاع شهرين، فانت ما عندكش بدائل خالص. هتاخد من 2006، انت 2006 مش عامل لهم عقود ومش هتقيدهم، مش هتقيدهم، خايدين ناشئين عشان ممكن تجري عقود ليهم. فيعني حلول صعبة جدا جدا، بيمر النادي بأزمة وهم مسؤولون عنها، لأن هو طبعا يا أستاذ خالد الاتحاد الدولي بعت للنادي أكثر من 5 مرات عشان حد يرد عليهم وما بيردوش لغاية لما جاء يخاف. أنت جبت اللاعب وتفاوضت معاه ودفعت له المبالغ المستحقة عليه، لكن الاتحاد الدولي كان بيخاطبك، المفروض ترد عليه من يناير. طبعا من يناير 5 باك سجلت للنادي، والتهمة بتاعت النادي اضطهاد الديني واحتلاء على اللعيب، تهمة يعني كبيرة مش طبعا لن تحل. يعني قال لك يعني هي المشكلة ان هي لو مشكلة يعني بتحدى ولا بيوقف من اي نادي عن عشان مستحقات تبقى سهل، تدفع المستحقات بيتفقد قيد، لكن بتبقى زي قصة الزمالك، زي الزمالك اسماعيل جاله سوق سموها مش عارف سوق سوق مسؤولية سوق حاجة زي كده، اسماعيل برضه توقفوا فين؟ للنادي كثرت الشكاوي اللي عليه. فنادي اسوان طبعا اهمال في الرعاية من يناير، طبعا فاكساتنا مبعوتة خطابات الاتحاد الدولي محدش بيرد،
جاء شهر 8 يوم ما رضش ليه؟ ما هو مقدم بسهولة موضوع التحدي اللعيب الأجنبي يا أستاذ خالد في منتهى الصعوبة، لابد أن تتعامل بحرص مع اللعيب الأجنبي. اللعيب المصري أنت آخرك إيه لما بتدفعلوش فلوس؟ بيبعت شكوى للاتحاد المصري، بتخش في لجنة شؤون اللاعبين بيخطوها في الدرج باتصال لمدير التنفيذي أو رئيس الاتحاد، والله عندي مشكلة احنا ما عندناش فلوس حاليا، أجل يركي في الدرج. لكن الاتحاد الدولي لا، بيبعت لك على طول، ما بيستناش اي لعيب ليه فلوس بتاع الدولي. لابد ان نتعامل بحرص مع اللعيب الاجنبي. طبعا كان هم ما عندهمش خبره بالقصه دي، ما توقعوش يعني، تعاملوا ضربوا الواد وتعالى يعني، ولا تصورهم يا خبر فتبعت الصوره الاتحاد الدولي اللي هي مش عارف اللجنه بتاعت اتحاد اللاعبين الدوليين الرابطه بتاعت هي الشكوى كان عندها يعني الشكوى كانت عندها هي شكوى شديده فطبعا نادر حصان ربي يستر رابطه اللاعبين المحترفين رابطه شكوى ايه شكوى الرابطه الدوليه للاعبين المحترفين، وفيها اتهام للنادي بالاضطهاد الديني ضد اللاعب رفائيل والتعدي عليه. هي أين الاضطهاد ده تم ازاي يعني؟ ما هو محتبر انه تعالى ضربه اخذ التليفون منه، مصور الوقت كان معاه تليفونين واخذوا التليفون منه يعني، برضه هي العمليه يعني لابد كانت تتحرك بسرعه يعني، الموضوع من بدري الواد مشتكي، كان من بدري الموضوع ده كان يتلم صحيح يعني. انت احنا قبل يعني لابد كان يتلم، هو طبعا تاجيله ادى الى ايه الى هذه النقطه. نتمنى الخير طبعا، هو زي ما قلت لك عسى ان تكرهوا الشيخ لكم، لو اللعيبه اللي نجحت في بقاء نادي اسوان في الدوري الممتاز وظهور بمظهر كويس هتجد نادي اسوان ممكن يوفر في المستقبل في 10 12 لعيب من ابناء النادي هنا صغار السن مواليد 2003 و2006، لو اثبت وجوده ممكن تبقى للمستقبل للنادي كويس. لكن هو المشكله ان هو مفيش بدائل. انا من خلال الجايمه وتواصلي مع الناس، الفيرود في عزمه، في الفيرود ازمه في الاجنحه، لكن نص الملعب فيه لعيبه كتار، خط الظهر فيه لعيبه كتار، جونين كويسين، لكن المشكله كلها في الجزء الامامي، عندهم مشكله في نادي اسوان. نتمنى ان يعني الامور تبقى افضل، يا ريت والله، لان نادي اسوان برضه من الانديه الجماهيريه المهمه والممثل الشرعي لصعيد مصر، مش عايزه كلام. نتمنى ان شاء الله يعني كل التوفيق للنادي. طيب اذا يعني نعاود من جديد، نذكر ان يوم الجمعه المقبل ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك، والزمالك والاهلي في طبعا السوبر الافريقي، وهي محط اهتمام الجميع. نتمنى ان نرى مباراه ممتعه ومميزه، وبالتالي زي ما قال كابتن مجدي سبالك اهم شيء الجمهور انه فعلا نكون يعني يكون الجمهور من الفرقتين على قدر المسؤوليه، ده مهم جدا نظهر بشكل حضاري وبشكل لعيبه لان هناك قدر المسؤوليه. انت مورات المنقوله في الامارات والسعوديه واللعيبه طبعا تجد الجمهور ما بيخرجش على النص، انه قاعد هناك بيعمل فأي خروج عن النص هيترحل، فتجد الجمهور بيقعد جنب بعض مش مشاكل. صحيح. والمشكلة كلها في اللعيبة تبقى جوه الملعب تبقى كويسة، شكلنا يبقى كويس. والله أنا شايف يعني العلاقات الراهنة اللي بين إدارة الأهلي وإدارة الزمالك، الإدارتين في انسجام وفي تناغم، ونجحوا في تمرير الدوري نظام الدوري الناديين هم اللي كان في اتجاه بعض أندية عايز تلعب الدوري من دورين كامل. لا يعني الإدارات السابقة خالف تعرف يعني ما كانوش في توافق. لكن ده محسوب ان يعني كابتن حسين لبيب وكابتن خطيب راجل محترم بصراحه يعني في تناغم حقيقي يعني. احنا تقريبا وقتنا خلص، لحابب تضيف حاجه احنا معاك؟ لا شكرا، اتمنى التوفيق طبعا ان شاء الله، توفيق نشاهد مباراه كويسه يوم الجمعه ان شاء الله، زي ما قلنا حاجه تشرف الكره المصريه، وبرضه اتمنى بدايه الموسم موسم طيب للكره المصريه ان شاء الله، الانديه اللي بتشارك في افريقيا ودور ممتاز ودور محترفين نادي اسوان ان شاء الله يخرج من المشكله بتاعته، وعندنا برضو امل ان ممكن المشكله في الفتره القادمه تحل في مساعي كثيره من ناس يعني قريبين من اصحاب القرار بيسعوا لفك ايقاف القيد عن نادي اسوان. نتمنى ان شاء الله التوفيق ان شاء الله يا رب. بشكر اعزائي المشاهدين في الختام احد اعمده كره القدم وعميد لاعبي كره القدم في صعيد مصر ومدربي
أيضا كرة القدم في صعيد مصر ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان السابق كابتن مجدي سبالك، نورتنا وأسعدتنا بالكلام. شكرا مشكرا كتر خير. أعزائي المشاهدين في الختام بتمنى لحضراتكم كل الصحة وكل السعادة، أتمنى حلقتنا تكون نالت رضاكم، انتظرونا إن شاء الله في الأسبوع المقبل واللعبة الحلوة، وستلتقون إن شاء الله مع موضوعات جديدة وتفاصيل كثيرة مع زميلي كابتن محمد الحداد وفريق العمل. أشكر زملائي الفريق التقني والهندسي وزملاء بغرفة الكنترول، وأشكر زميلة منى عصمت مدير التصوير من داخل الاستديو، والشكر موصول للزميل مصطفى عارف رئيس التحرير، والإخراج للزميل الدكتور حمادة إسماعيل، وهذه تحياتي خالد سيد النوبي من أسوان، لكم الحب كله. شكرا لكم وإلى اللقاء.